هاي، ازيكم؟ معاكم خلود، والنهارده هتكلم على موضوع الساعه زي ما بيقولوا، موضوع في حياتنا اليوميه، مش عن الادب العالمي. المره دي الفيديو ده والفيديو الجاي هيبقوا دليل على ان التحليل النقدي مش بس عشان نحلل روايه او مسرحيه وندلقها في الامتحان وخلاص، لا، زي ما قلت ودايما بقول ان انا الهدف من القناه تعلمكم التحليل النقدي عشان ده في حياتنا اليومية. اوكي، هنتكلم على واقعتين هما دلوقتي ترند يعني، وهما واقعة فتاة جامعة المنصورة وواقعة فتاة جامعة الأردن. بس انا مش هتكلم على اخبار ولا اي حاجة، انا هحللهم تحليل نقدي زي ما بنعمل في الادب العالمي. ليه؟ علشان الحادثة دي هتفضل تتكرر الى ان نتعلم منها البعد اللي وراها. الموضوع اكبر من ان هو واحد حب واحدة وقتلها عشان قالت له، لا، الموضوع اكبر من كده، الموضوع له ابعاد نفسية واجتماعية كتير، وده اللي هتكلم عنه في الفيديو بتاع النهاردة والفيديو الجاي، لان انا هقسم كلامي على فيديوهين. اوكي، عشان مبقاش طويل قوي عليكم. بعد كده يعني الفيديو الجاي هيبقى الجزء التاني للفيديو ده، لاني هتكلم فيه على نظرية مهمة جدا من نظريات علم النفس، والفيديو بقى اللي بعد كده هيبقى هنرجع تاني للادب العالمي بتاعنا. اوكي، بس قبل ما ابدا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واعملوا شير يا جماعه، لان المعلومات اللي انا هقولها هتفيد غيركم كتير. اوكي، فاعملوا شير واكتبوا لي رايكم تحت، انا يهمني، شوفوا الفيديو للاخر وفي الاخر اكتبوا لي تعليقكم تحت، رايكم ايه في الكلام. اوكي، وتحليلكم ايه للموضوع، انا عايزه اشوف تحليلكم انتوا الشخصي كمان ايه. اوكي، ولو اول مره تشوفوني عجبكم محتوى القناه، هتلاقوا تحت زرار احمر مكتوب عليه سبسكرايب او اشتراك، هندوس عليه جنبه جرس، عايزه شكله يبقى كده، قول او تفعيل للكل علشان يوصلكم اشعار كل ما انزل فيديو جديد. طيب، فيديو النهارده زي ما قلنا هو دردشه. بصوا يا جماعه، التحليل النقدي لكل حاجه حوالينا، الحدث هيفضل يتكرر الى ان نتعلم الدرس اللي المفروض نتعلمه. طيب، يعني ايه الكلام التقليبي ليه هيتكرر؟ هتعرفوا في الفيديو الجاي. اوكي، كمان الفيديو الجاي هتعرفوا فيه يعني ايه الوعي الجمعي وتأثيره وخطورته على المجتمع. ده نظرية من اهم نظريات علم النفس وليها علاقة برضو بموضوع النهاردة. طيب، النهاردة هنتكلم على الحادثة بتاعة فتاة جامعة المنصورة وفتاة جامعة الاردن، بس هنحللها من وجهة نظر نفسية واجتماعية. الموضوع يا جماعه اكبر من كده بكثير، الموضوع له ابعاد نفسيه واجتماعيه متعمقه في المجتمع من فتره، ودي النتيجه او ده الثمار بتاعها. اوكي، الى جانب موضوع الوعي الجمعي، وده هنتكلم عليه في الفيديو الجاي. طيب، انا عارفه ان اغلب اللي بيتفرج على الشانل عندنا ناس صغيره شويه في السن. احنا ليه بندرس تحليل؟ هل يعني ليه في الجامعه والمدرسه بيقولوا لكم حللوا روايه حللوا مسرحيه عشان ندلق كلمتين في الامتحان وخلاص؟ لا، اكيد لا، لان ده بيوسع وعينا، بيخلينا نتعلم حاجات. خلينا نقول الحادثه دي ايه البعد، اولا زي ما قلنا هو له بعد نفسي وبعد اجتماعي. انا هتكلم عن الاجتماعي الاول وهخلي النفسي للاخر، لان النفسي ده حوار شويه وهتشوفوه حواليكوا. اللي انا بقوله ده بصوا حواليكوا بتركيز، هتشوفوا اللي انا بقوله ده حواليكوا بيحصل في الناس انتوا تعرفوهم وناس نماذج بتشوفوهم في المجتمع حواليكوا فعلا. اوكي، طيب، خلينا نقول البعد الاجتماعي هو بعد التربية. يا جماعة، مؤخرا بدأ يطلع ظاهرة من فترة، يعني من كذا سنة كده، هتلاقوا اللي بيتفرج عليا اغلبكوا اجيالكوا بقى هي اللي شافت ده، يعني مش على جيلي انا، هو على الجيل بتاعكوا انتوا. اوكي، فكرة ان الاب والام عايزين يعوضوا الاطفال عن اي مشاكل بتحصل بينهم. يعني الاب والام مثلا يبقى في بينهم مشاكل، مش متفاهمين، بيحصل خناقات حوارات، فشايفين ان انا ازاي اعوض ده للولاد، اعوضه ان انا احسسهم ان كل حاجة عايزينها هتبقى تحت امرهم بغض النظر عن الظروف، معايا فلوس معيش فلوس، اقدر ما اقدرش، اللي انتوا عايزينه هيجيلكم. اوكي، الموضوع بيبدأ بالأشياء. لما طفل صغير يشبط في حاجة ويقعد يخبط في الأرض ويعيط ويصوت وعايز الحاجة تجيله، تقوم الأم تديله اللي هو عمال يعيط عشانه. أوكي، لحد ما بيكبر شوية ويبدأ متطلباته تزيد، أنا عايز موبايل، أنا عايز لابتوب، أنا عايز مش عارفة إيه، يجيله وقتي حالا الحاجة تجيله. أوكي، بعد كده الموضوع مع الوقت لما بيكبر بيتطور، وبيبقى الطفل بيكبر جوه حتة إن اللي أنا عايزه هيجيلي أيا كانت النتيجة أيا كانت الظروف،
بيبدأ يتبني جواها حب تملك، مش حب حقيقي، هو حب امتلاك. الحاجة اللي أنا عايزها بحبها تبقى ليا أيا كان، حتى لو غصب عنها. لما بيبدأ يوصل لمرحلة أكبر شوية، الموضوع ما بيبقاش في الأشياء، الموضوع بيتطور ويوصل للأشخاص والبني أدمين. الشخص اللي بحبه يبقى ليا، يبقى بتاعي. وذر بقى كان صداقة، ممكن جدا تلاقي صديق عنده حب تملك لصاحبه، مش عايز صاحبه ده يصاحب حد غيره، مش عايزه يكلم حد تاني. ولاد وبنات، انا بتكلم ولاد وبنات، الموضوع ده اصله مش لجندر معين، هو بيمشي على الولاد والبنات. اوكي، يتطرق للحب، وده اللي احنا شفناه، فكره التملك، ان دي بتاعتي. طيب خلينا نقول يا جماعه يعني ايه حب، عشان انتوا بقى صغيرين عشان تفهموا الكلام ده. الحب انا حر في مشاعري، خلاص، طول ما هي جوايا، يعني طول ما انا مشاعري جوايا انا حره فيها، احب فلان براحتي ايا كان، ما دام انا ما قلتلوش ومشاعره جوايا، فمشاعري دي ملكي لوحدي، انا صاحبه انا حره فيها. وانس ان انا قلت للي قدامي مشاعري وقلت له ان انا بحبك، انا كده دخلته معايا في القرار، خلاص ما بقتش انا حره، لان الموضوع دلوقتي بقى في ايده مش في ايدي لوحدي. انا بقول له ليه انا بحبك، انا بقولها له لاني منتظره منه يبادلني الحب ده. ما هو اصلا اللي بيقول لحد بيحبه بيقول له ليه، ما هو بيقول له عشان هو متوقع ان الشخص ده يبادله الحب، مش عايز منه رد فعل. طيب يبقى انا كده لما بقول اللي قدامي ان انا بحبك، انا كده منتظره منه حبه هو كمان، فهو دخل في الحوار، ما بقتش القرار قراري لوحدي. وبما ان هو بقى طرف، ما اقدرش افرض عليه حب الحب ده، يعني خلاص انا لازم اقبل ان هو زي ما انا كنت حره ان انا احبه، هو كمان حر انه يحبني او لا، هو كمان من حقه يقبل الحب ده او يرفضه. ما هو مش ذنبه ان انا حبيته فافرض عليه الحب ده، لا طبعا، هو خلاص هو برضه حر، زي ما انا اديت لنفسي حريه ان انا احبه وابقى مشاعري وانا حره فيها، هو كمان من حقه ان هو يقبل او يرفض الحب ده، والمفروض ان انا اقبل ده، اقبل ان دي حريته، هو من حقه يقبل او يرفض، لان اولا عشاني، ثانيا عشانه لاني مش هفرض عليه حاجه هو مش عايزها. اوكي، هو مش هيبقى سعيد، وعشاني لان انا مش هبقى سعيده لما احس ان عايشه مع حد ما بيحبنيش، انا نفسي مش هبقى سعيده. وعشان تبقوا عارفين، وانس ان الشخص ده بيبقى حاجه مش حب بجد، ده بيبقى حب تملك، حاجه زي ما انا قلت لكم في الاول، انا بحب فلان يبقى الفلان ده يبقى بتاعي. ممكن مع الوقت لما يبقى بتاعي على فكرة أبدأ خلاص أزهد فيه، بس الفكرة أنه بتاعي وخلاص، ما حدش يجي جنبه. عارفين أنا قصدي إيه؟ حب امتلاك، وده مش حب حقيقي. حب حقيقي يعني أنا لما بحب حد ما أقدرش أأذيه، لما بحب حد ما أقدرش أن أنا أفرض عليه وضع يخليه تعيس، بالعكس أنا لو بحبه بجد هبقى عايز أشوفه سعيد، عايز أشوفه سعيد حتى لو مع حد تاني. ده مش معناه ان انا اما احب حد اسيبه يروح لغيري، اسيبه لو هو مش عايزني، ما خلاص، ما هو مش هيبقى، لا هو هيقدر يسعدني ولا انا اقدر اسعده. اوكي، ده كده بقى حب مرضي. الحب، وسوري يا جماعه لو في صوت مروحه، لان انا اكيد مش شغاله مروحه في الصيف. اوكي، anyway، الحب ده حب مرضي، واتكلمت عنه على فكره روايات الادب العالمي، وهتلاقوا من ضمن الحاجات اللي اتكلمت عنها روايه مرتفعات وذرينج هايتس، وحاجات تانيه كتير هناخدها لسه قدام، بس لان الموضوع ده موجود من قديم الازل. فكره الحب المرضي، حب التملك، ده موجود، وده خرج من اطار الحب الطبيعي وبقى حب، بقى مرض نفسي، ده ما بقاش حب خلاص. انا لما بحب حد لو هو مش ببقى عايزاه سعيد معايا يا ريت، لكن لو انا عارفه اني مش هقدر اسعده خلاص، لو هو سعيد مع غيري اوكي، المهم ان انا اشوفه كويس، ده مفهوم الحب. انما ان انا احب حد اذيه اقتله عشان ما يبقاش لغيري، ده مرض نفسي، ده مش شيء طبيعي، ومش بقول جنون، لا، لانه بيبقى مسؤول عن تصرفاته وعارف هو بيعمل ايه. انا بقول بيبقى مرض نفسي بتنميه جوه الاسره، من ناحيه زي ما قلت لكم فكره ان يا حبيبي اللي انت عايزه هيجي لك ايا كان، فانت اي حاجه عايزها هتملكها. اوكي، او حته تانية بقى، فكره فقد الحب. بصوا يا جماعه، طبيعه البشر ان احنا دايما بندور على الاكسبتنس. اكسبتنس يعني ايه؟ في علم النفس اكسبتنس يعني انا عايزه اتقبل، عايزه اللي حواليا يحبوني يقبلوني،
اي بني ادم محتاج انه يحس انه بيتحب، بيحس انه هو مقبول. طيب في غلطة بيعملوها اغلب الاباء والامهات، وهي الحب المشروط. اوكي، كلمت عنه فيديو قبل كده. يعني ايه حب مشروط؟ يعني انا اقول لولادي مثلا، اقول لبنتي مثلا اسمعي الكلام عشان احبك، او اقول لابني انجح عشان احبك. فكرة ان انا بشرط عليه حبي ده هتاخده لما تعمل حاجة معينة، هيحس مع الوقت ان انا مش هتحب غير لو بقيت عملت اللي هم عايزينه، مش هتحب غير لو هم قبلوني، مش هتحب غير لو مثلا بقيت على قد مستوى توقعاتهم. فببدأ احس ان انا مش بتحب عامة، المفروض ان انا احسس ولادي ان انا بحبهم ايا كان، بحبهم زي ما هم بمميزاتهم وبعيوبهم. طبعا بقومهم، بس ما اقول لهمش جملة عشان احبك اعمل كذا، لا دي لا، دي بتعمل شرخ في نفسية الطفل وبتكبر معاه. لما بتكبر معاه بيبدأ ان هو يحس ان هو مش محبوب، او لو اهله ما ادوهوش الحب والاهتمام الكافي. طبعا لما بيكبر برضو بيحس ان هو ما حدش بيحبه، فلما بيشوف حد بيتهيأ له ان الشخص ده هو كل حياته، انا حبيته يبقى الشخص ده لو ما حبنيش انا ما حدش هيحبني، وهبقى خلاص انا مش مقبول، وانا وحش وانا كده، فبيبدأ عايز الشخص ده يحبه باي طريقة. اوكي، دي الابعاد الاجتماعية، ودي ليها علاقة بالتربية. اوكي، التربيه طبعا الاهل مش قاصدين، بس هو ده اللي بيحصل، وده اللي نظريات علم النفس كلها اتكلمت عنه. اوكي، علم النفس والاجتماع، فكره التربيه بتاثر. ماشي، فده الناحيه التربويه، فكره ان انا بربي حب التملك في الطفل، او بربي جواه فكره انه ما عندوش ثقه بنفسه، ما مش بيتحب، ما حدش بيحبه، فبيبدا ان هو خلاص عايز شخص معين يحبه، وهو ده الدنيا بتقف عنده. اوكي، فده من ناحية تانية. طيب حتة كمان التنمر، فكرة ان انا اصدقاء السوء، ودي برضو بقت منتشرة جدا، فكرة ان الشباب كلهم اغلبهم يعني فاكرين انه الرجولة هي البلطجة، وان انا افرض سيطرتي بقى، وابقى بشرب مش عارف حاجات مش مظبوطة، وان انا ابقى ماشي ابجح في الناس وصوتي عالي، الكلام اللي بتشوف في الافلام، وده له علاقه برضو بالوعي الجمعي اللي هتكلم عليه في الفيديو الجاي. اوكي، ولكن الرجوله اتربطت عند الشباب دلوقتي بقله الادب معنى اصح، والبلطجه، خلاص، وده له اسباب هنتكلم زي ما قلنا عليه في الفيديو الجاي، ولكن ده بقى واقع. فاكرين ان عشان ابقى راجل، زمان على فكره كان فكره عشان ابقى راجل اشرب سجاير، ماشي، وده كان اخرهم اشرب سجاير، وده كان غلط لانه بيضر صحته. دلوقتي تطور الحمد لله، ووصل ان انا عشان ابقى راجل اشرب مخدرات، عشان ابقى راجل اضرب مراتي، عشان ابقى راجل افرض كلامي على اللي اضعف مني اللي هو واحده ست يعني صوت، يعني عشان ابقى راجل امشي بقى بلطج على الناس وافرض سيطرتي على اي حد وامسك اسلحه وكلام من ده. طبعا دي مش الرجوله يا جماعه. زمان كان في مقوله بتقول الرجوله ادب، ايوه الرجوله ادب، الرجوله شهامه، الرجوله ان انت تبقى تفرض احترامك على اللي قدامك من غير ما تقل ادبك عليه، من غير ما تستخدم القوه والعنف. اوكي، الرجوله ان انا احترم نفسي، لو واحده قالت لي انا ما بحبكش خلاص احترم نفسي، يعني يبقى عندي دم، يعني خلاص ما انا مش هفرض نفسي عليها، هي دي الرجولة. طبعا مفهوم الرجولة بقى مشوه تماما دلوقتي عند اغلب الاجيال الجديدة، وده ليه هتعرفوه في الفيديو الجاي. اوكي، مش ذنبهم، ذنب اللي بيتصدر لهم. اوكي، anyway بقى واقع ولازم يتغير، لان الواقع زي ما هتتكرر وهتحصل تاني، طول ما ما بيحصلش تغيير في المجتمع الواقع دي هتفضل تتكرر. اوكي، طيب وهتعرفوا ليه الواقع هتفضل تتكرر برضو من الفيديو الجاي، لان دي برضو من نظريات علم النفس. اوكي، وحاجة ليها علاقة بالدين كمان. ده بالنسبة لفكرة انه زي ما قلنا الرجولة بالنسبة لهم كده، فتلاقي واحد بيحب واحدة زي مثلا كده، يجوا صحابه يقولوا انت خيبان، انت مش عارف تخليها تحبك، ما انت ضعيف، ما انت شخصيتك ضعيفة، يفضلوا يبسطوا السم في البني ادم لحد ما عشان يثبت لهم انه قوي، وهو اصلا بيبقى عنده حتة عدم ثقة بنفسه. يعني هو اصلا الانسان اللي بيتأثر بالتنمر غالبا بيبقى جواه حتة عدم ثقة، اصلا هو مش واثق في نفسه، فاي حد بيقول له انت ضعيف خلاص بيصدق عشان يثبت بقى ان انا مش ضعيف. وعلى فكرة الموضوع ده حصل في حادثة قبل كده من كذا سنة، معرفش انتوا توعوا عليها ولا لا. كان واحد برضو راكب باص الشغل وراح
مع مدفع رشاش وقتل كل الناس اللي في الباص. اوكي ليه؟ لانهم كانوا بيتريقوا عليه وبرده عمالين يقولوا انت ضعيف، انت ما عندكش شخصيه، انت انت انت. خلوه عشان اثبت ان انا بقى لا مش ضعيف، فراح اكستريم، يعني مش اللي هو بقى لا اخد موقف والطريقه البديهيه الطبيعيه، لا الانسان ده اصلا بيبقى عنده حته هزه نفسيه، ف يبقاش سوي. معنى اصح، ما هو الانسان السوي مش هيمشي برضو ورا كلام الناس، انما هو بيبقى اصلا انسان مش سوي قوي نفسيا، فعشان يثبت لهم لا انا قوي فبيبدا يروح للاكستريم، يبدا يروح للعنف، فيقتل، يتحرش، يعمل بقى اي، يسرق، يعمل الحاجات الجرائم اللي احنا بنشوفها دي. ليه؟ عشان يثبت ان لا انا قوي، لا انا هو مش ضعيف زي ما انتوا بتقولوا، مش انتوا بتقولوا عليا ضعيف، لا انا مش ضعيف. ده نوع تاني من المشكله الاجتماعيه، اوكي، وموجوده وهتشوفوها حواليكم. اوكي طيب تعالوا بقى ندخل في الجانب النفسي. الجانب النفسي بقى ابعاده يعني كتيره شويه. اولا زي ما قلنا فكره حب التملك، فهم الحب غلط، ان انا ابقى بحب حد لدرجه مرضيه، انا عايز الحد ده يقبلني غصب عنه. اوكي لان انا بشوف قبولي لنفسي في عينين الشخص، كل ما هشوفه يرفضني انا هرفض نفسي. اوكي فحس ان انا وحش وان انا مش مرغوب وان انا مش عارف ايه. فبدليل انه في بنات مثلا تلاقيهم دايما بيتشدوا للولاد العبيين اللي هم بيعرفوا علاقات كتير وليهم علاقات كتير ببنات. ما فكرتوش تسالوا نفسكم ليه البنات ساعات بتتشد للنوع ده من الولاد؟ لان بتبقى هي عندها حته عدم ثقه، عايزه تحس انها احلى بنت. فعشان تحس بيها، تحس بيها ازاي؟ لما تلاقي واحد زي ده يقولها ده انا سبت كل اللي اعرفهم عشان خاطرك، فساعتها بقى تحس بنفسها، وهو يكون بيكذب عليها. بس هي الفكره هي ما عندهاش ثقه الكافيه في نفسها، فبتبدا تتشد للحاجه الاكستريم. اوكي وده برده انا هتكلم عليه باستفاضه اكتر في الفيديو الجاي. اوكي فده من ناحيه الابعاد النفسيه، فكره حب التملك. يا جماعه الموضوع ده في منتهى الخطوره، ما ينفعش ان انا افرض لازم اقبل ان انا ما دام بقول رايي للي قدامي وبشاركه معايا في قرار اقبل انه اقبل قراره. ما هو انا امال بشاركه ليه؟ والموضوع ده مش بس في الحب، هو حتى في حياتنا عامه. انا لما ابقى عايشه مع حد في بيت واحد وافرض عليه حاجه غصب عنه، ما هو انا كده يبقى انا بفرض، انا مش قابله ان هو يقبل او يرفض، فما فيش حاجه اسمها كده. اوكي ففكره حب التملك اللي بتنمو جوه الانسان بسبب يا اما الدلع الزياده يا اما نقص الحب اصلا، هو اصلا حاسس جواه ان هو ما حدش بيحبه. هو وغالبا على فكره بيبقى الناس اللي عندها النوع ده بيبقوا حاسين ان هم اقل من اللي حواليهم، او وتلاقوهم انطوائيين شويه مع نفسهم اكتر، هتلاقيه حاسس انه اقل واقل، ممكن اقل في المستوى حتى. يعني انتوا لو شفتوا في الادب العالمي لما نتكلم هتلاقوا بعض النماذج اللي في الروايات الادب العالمي، هتلاقوا واحد مثلا مجهول النسب مثلا، واقل وفقير، او عيلته قليله، او مجهول الاصل والنسب، فحاسس انه اقل من اللي حواليه، فعايزهم يقبلوه غصب عنهم، فاهمين؟ فده بيولد جواه طاقه من العنف ان هو يقبلوني ايا كان السبب. اوكي البعد النفسي بقى كمان فكره ان انا اتعود على العنف. اوكي فكره التعود على العنف، وده انا هتكلم برضو باستفاضه عليه في الفيديو الجاي، ولكن فكره ان انا اشوف العنف ده هو وسيلتي في التعبير عن غضبي، وسيلتي في التعبير عن نفسي. والعنف ده على فكره ممكن يبقى موجه للناس او موجه لنفسي، يعني في ناس بتاذي نفسها، ممكن حد ينتحر مثلا، ما ده عنف ضد الذات. في ناس ما ممكن يبقى عندها حتة ان هو عايز يأذي نفسه، ممكن يعور نفسه، يعني كل ده نوع من فكرة التعبير عن الغضب، بس هو مش قادر يعبر عن مشاعره كويس، فبيبدأ يعبر عنها في شكل طاقة من العنف تجاه الناس. ولو ما قدرش يعمل ده تجاه الناس بيبقى تجاه نفسه. يعني مثلا حد مثلا بيكره جوز مامته لأي سبب، هو بيعامله بقسوة او اي حاجة، بس هو مش قادر يقف قدامه فيبدأ يأذي نفسه، ما هو مش قادر يقف قدام اللي مضايقه، فالسهل عنده انه يؤذي نفسه هو، فاهمين؟ فالفكره كل فكره العنف وتوليد طاقه العنف دي جزء كبير منها بيبقى برضو من البيت، انه في طاقه سلبيه في البيت
ما بيبقاش فيه كمان صداقة بين الآباء والأبناء، بتلاقي انه الولد مش عارف او البنت يعني مش عارفين يفضفضوا مع حد يكون مصدر ثقة، فبيبدأ ان هو يتخزن جواه غضب غضب غضب. الغضب النفسي ده بيطلع في كذا شكل، من ضمنهم شكل العنف، وده من اشهر الاشكال. اوكي، عشان كده بتشوفوا الحوادث اللي من النوع ده، بتشوفوا حوادث الانتحار، بتشوفوا حاجات من دي، ده بتشوفوا حاجات على فكرة في المجتمع الغربي كمان وبيتصدر لنا. انا مش عايزه اتكلم فيها هنا، ولكن في حاجات غريبه على مجتمعاتنا بتبقى برضو شكل من اشكال طاقه الغضب المكبوته جوه الانسان، بتطلع لو ما طلعتش الطاقه دي صح، طلعت في شكل فضفضه مع حد ثقه، مع اب، مع ام، مع خال، مع عم، مع جد، مع جده، مع اخ، مع اخت، مع حد يكون بيحبك بجد وتقدر ان انت تثق فيه وتعبر عن مشاعرك، فتخرج طاقة الغضب دي في شكل الكلام او كتابة. يعني ممكن في ناس بتعالج الموضوع ده انها تكتب اللي مضايقها. المهم طاقة الغضب دي تطلع، لانها لو فضلت جوه الانسان بتتكبت، وبعد كده بتبقى عامله زي حلة الضغط، عارفين الحلة البريستو بتاعت الضغط، الضغط جوه مجرد ما تفتح الغطاء هتلاقيها اتفرقعت في وشك، هو كده. فبتفرقع بقى زي ما تفرقع، فرقع في شكل عنف، غالبا بتطلع عنف يعني. اوكي، عنف باي شكل من الاشكال، مش بس القتل على فكره والانتحار، الاغتصاب ما هو بيبقى كده، بيبقى جزء منه مرض نفسي، دي امراض بقى نفسيه مش مرض واحد بس. شق منهم بيبقى ممكن ان هو مش قادر يعمل حاجة معينة، او مش قادر يتجوز واحدة معينة او whatever، فبقى عنده غضب من البنات كلهم مثلا، فعايز يطلع الغضب ده، فبيطلعه في شكل عنف ايا كان طريقة العنف. اوكي، بتطلع كده. ما في، المفروض ان الانسان يعرف ان العنف مش الحل طبعا. اي انسان جواه طاقة عنف جامدة ده مش مريض، لو ما تلحقش هيقلب مريض نفسي معنى اصح يعني. هو لو اتلحق اوكي، لو فضل الطاقة دي جوه هتسبب بعد كده في مشاكل. اوكي، الكبت 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 في كل حاجة، وانا قلتها كذا مرة قبل كده، الكبت عامة بيولد الانفجار، وده صح يعني. الكبت في اي حاجة، الكبت من الاهل، الكبت من الشغل، الكبت من الناس، الكبت عامة بيولد غالبا انفجار. بس امتى؟ بتتراوح بقى حسب قوه احتمال الشخص يعني. في حد ممكن بسرعه ينفجر، في حد ممكن يقعد سنين والناس تستغرب ده قعد سنين كويس لانه عمال يكبت جوه، فلما بينفجر، وغالبا اللي بيقعد فتره اطول ده بينفجر اكتر. اوكي، الفكره ان لازم الناس الصغيرين في السن يفهموا حته انه لازم اخرج الطاقه السلبيه في حاجه ايجابيه. يعني ايه؟ يعني اخرجها في هوايه، اخرجها في ان انا فضفض مع حد، اخرجها ان انا اكتب. لازم الطاقه السلبيه دي تطلع، لانها لو ما طلعتش بالذات في السن الصغير بتولد فعلا عنف جامد. بلس بقى اللي هتشوفوه في الفيديو الجاي، ان في وسائل خارجيه بتشجع على العنف، فده بيخلي العنف اسهل حل الانسان يعني بيلجأ له، هو ده اسهل حل عشان يطفي ناره. اوكي، فتاني هقول الابعاد الاجتماعيه، الابعاد النفسيه، فكره حب الامتلاك، فكره حب الذات، هو عايز يتحب، وعايز يتحب من الواحده اللي بيحبها حتى لو غصب عنها، ده مرض. تذكر ان الابعاد دي لازم نحط ايدينا عليها عشان ما نعمل، عشان نتلافاها. بصوا يا جماعه، اغلب اللي بيتفرج على الشانل ناس صغيره شويه، انتوا الامل يعني، انتوا فعلا المستقبل، انتوا اللي ممكن تغيروا المجتمع. احنا خلاص يعني بنحاول على قد ما بنقدر، بس انتوا اللي هتكملوا. لازم تعرفوا اسباب اللي بيحصل حواليكم عشان تغيروا للاحسن، عشان على ايامكم لما تكبروا وان شاء الله يبقى عندكم ولاد، ولادكم ما يشوفوش اللي بيحصل ده على اسوأ كمان، لان الموضوع بيتدهور. لا، تقدروا ان انتوا تتلافوا الاخطاء دي معاكم ومع اولادكم فما تتكررش. اوكي، ده يعني بمختصر الموضوع السبب في الحادثتين اللي اتكلمنا عليهم النهارده. والفيديو الجاي على طول هو الجزء التاني لده، هكمل فيه بقى نظرية الوعي الجمعي وليه الحوادث دي بتتكرر وشايفينها بتتكرر حوالينا كتير، وده اللي هنتكلم فيه ان شاء الله في الفيديو الجاي. anyway، ما تنسوش اللايك والشير والكومنت، استنى تعليقاتكم تحت وارائكم، وتعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس، واشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو الجاي. باي باي.